مساء الخير، معكم غانم. اليوم ومثل كل شعوب الكرة الأرضية راح نحكي عن كورونا فيروس. كلياتنا عم نسمع كتير إشاعات إنه يا ترى هل الأمريكان هن اللي عملوا هالفيروس ليقضوا على الصين، ولا نحن عم نعيش كارثة طبيعية، ولا هاي حرب بيولوجية ما معروف من يلي بلش فيها. الجواب على كل هالأسئلة هو إنه هذا الفيروس من إنتاج الطبيعة وما نو إنتاج مختبرات. أكيد عم تسأل حالك كيف عرفت. طبعا أنا ماني عالم أحياء دقيقة ولا فيروسات، بس ببساطة اللي بنفهمه بكل هالعجقة هو انكتب بمقال علمي انتشر بعنوان The Proximal Origin of SARS-CoV-2. أيوة، ويتبربر بالبرورة. برورة؟ ضليت يومين اتدرب كيف الفوزة ويمكن قلت غلط. بما أنك ما رح تروح تقرأ عنه، رح خبرك أنا شو القصة. اللي انكتب بهالمقال ببساطة إنه الفيروس أصلاً ما في إنسان بيقدر يصنعه، لأنه تركيبة الفيروس جداً معقدة لدرجة إنه الإنسان ما كان قدران يفهم شلون تركبت، فكيف بشر بدهم يقدروا يصنعوا هيك شيء؟ مثل ما قال صاحبنا بروفيسور عالم الأحياء والميكروبات فينيسنت تراكانيلو، إن البشر لم يكن بإمكانهم أن يحلموا بتحقيق هذا. طيب اتفقنا هلأ إنه الموضوع ما هو مؤامرة كونية وإنه الطبيعة الأم هي اللي بدها تتخلص مننا. طب من وين إجانا هالفيروس؟ أغلبنا صرنا بنعرف إنه الفيروس إجا من الخفافيش، طب طول عمرنا عايشين معهم، ليش هلأ لحتى عدونا؟ يعني أنا عن نفسي مربي عندي 2 بالبيت وبنيمهم جنبي وما صار لأي شيء. الفكرة ببساطة إنه نحن ما نعدينا من الخفافيش بشكل مباشر، يعني الخفاش اللي كان حامل للفيروس التقى بالحيواني اللي هو الوسيط وأخذ الفيروس من الخفاش، بس لما انتقل الفيروس للحيوان الوسيط صار فيه عدة طفرات لأنه كان متعود بس على الخفافيش، فانصدم لما صار بجسم تاني. بسبب هالطفرات والتحولات اللي صارت بالفيروس صار هو بشكل ما بصيب الإنسان كمان. طب نحن هلأ شو استفدنا وقت عرفنا إنه الفيروس إجا من الخفافيش؟ هل صار فينا نصنع دواء أو لقاح للكورونا؟ للأسف ما فينا نصنع ولا شيء لوقت تصوير هذا الفيديو، ما في أي علاج فعال حاليا ضد الكورونا، بس يلي بفيدنا أنه نعرف أصل الفيروس ونعرف شلون تكون وشلون تشكل وشو الطفرات اللي طرقت عليه. وإذا عم تسأل حالك ليش في ناس عم تموت وناس عم تتعافى منه، هل يا ترى مناعة الإنسان هي السبب ولا الفيروس؟ فعليا الشغلة بتعتمد على الاثنين سوا، لأنه الفيروس قد ما انتقل بين أجسام غريبة خفاش وحيوان وبعدين إنسان ما عاد عرف يستقر، داخل وعمل كتير طفرات. لحتى هلأ العلماء اتفقوا إنه في نوعين من الفيروس، واحد منهم شديد العدوانية يعني بالمشرمح ومميت، والتاني بسبب أعراض طفيفة وممكن نطيب منه ونرجع لحياتنا الطبيعية. وبالأخير السؤال إلك، إذا كانت فعلا هاي حرب بيولوجية فليش أكتر عدد إصابات موجود بأمريكا؟